للهيئة الوطنية للمهندسين الفعلاليين، أساتذة وعمداء هذه المهنة الشريفة الأصيلة، العائلة الإعلامية التي تحضر معنا، عائلات وضيوف هذا العرس الخاص بعرائس وعرسان يحضرون بهذا الديكور الأصيل الجميل، والذي أطلب منكم بداية أن تحيوا ملي العرس بالطريقة الجزائرية. مرحبا بكم جميعا، كل باسمه كل بصفته. نحضر اليوم حفل تأدية اليمين لهؤلاء الشباب الذين يحضرون من مختلف ولايات هذا الوطن الجميل، تأدية اليمين لدفعة المرحوم بعيزة يونس. أفضل شيء نبدأ بهذا الحفل وهذا العرس وآيات بينات من الذكر الحكيم، فانصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أطلب من السيدات والسادة الحضور الوقوف سماعا للنشيد الوطني الجزائري. Thank you.
نرحب بالجميع مرة ثانية باسم المجلس المحلي لولاية الجزائر للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المنظمة لهذه الاحتفالية ولهذا العرس الجميل. أدعو السيد مصطفى معزوز رئيس المجلس المحلي لولاية الجزائر للمهندسين المعماريين ليلقي عليكم كلمة الترحيب مع تحياتكم طبعا. بهذه المناسبة أتوجه باسمكم جميعاً